وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تجارب نفسية. من المواضيع اللي كتير صرنا نسمعها أو الكلمات اللي صرنا نسمعها توسوست، ابني توسوس، عم بتوسوس من أي إشي. ما هو الوسواس؟ وهل فعلاً كلنا قابلين ليصير عنا وسواس؟ ما الفرق بين الوسواس اللي بنحكي عنه والوسواس المرضي؟ وكيف ممكن يتحول هذا الوسواس إلى وسواس قهري متبوع بحركات؟ معلومات رح نعرفها اليوم مع ضيفنا خضر رطرس، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ خضر. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أكيد سعيدين بوجودك معنا خصوصا في هذا الموضوع المهم. اليوم كتير مهم أن نحكي عن الوسواس، وقديش كانت فترة كورونا محفز لظهور يمكن الوسواس وتنقله من مرحلة وسواس إلى وسواس قهري. بداية، كيف ما هو الوسواس وما تعريف الوسواس؟ شكرا جزيلا، يعني السؤال في مكانه. خلينا أول شيء قبل ما نبدأ في الوسواس نطمن الناس إنه مش بالضرورة إنه هذا الوباء رح يقود الناس لحالة من الوسواس القهري. غالباً الأشخاص اللي بيحصل عندهم الوسواس القهري بيكون عندهم الاستعداد لظهور المرض، أو بمروا يعني بظروف استثنائية تخلق المرض بداخلهم. هذا بصورة عامة. الوسواس هو من شقين، هو يعني وسواس بمعنى أفكار، وقهري بمعنى سلوكيات لتنفيذ الأفكار اللي بتحصل عند الشخص. يعني فعشان هيك بنسميه الوسواس القهري، اللي هو مصطلح مكون من شقين. أنواع الوسواس القهري مختلفة أيضا. في عنا الوسواس اللي بيكون على مسألة النظافة أو على مسألة الأمن، زي إنه يظل يفحص إنه مثلاً سكر جرة الغاز والأبواب والشبابيك وإلى آخره. وفي عنا الوسواس اللي بيخلق حالة من البطء عند الإنسان، يعني بيعمل الشيء وبيظل يسأل نفسه إذا عمله في أبهى صوره ولا لا، وهل في مجال إنه ينعمل بطريقة أفضل. فأحياناً يعني برد بنكث العمل اللي قام فيه، برد رتب من جديد، وهذا بأخذ وقت طويل يعني. وفي عنا النوع اللي بنسميه الهوردينج اللي بصيروا الأشخاص يحبوا يكتنزوا أشياء داخل البيت، وفي معظم الأحيان هي أشياء غير ضرورية، لم تعد ضرورية، يعني ملابس الأطفال القديمة أو الألعاب القديمة المتهتكة الخربانة، يعني بيحبوا يحتفظوا فيها لأنه بلاقوا فيها جزء من ذكريات معينة، أو بدهم مش يتحملوا مسؤولية التخلص منها، بلاش حد يسألهم عنها في مرحلة لاحقة يعني. فهذا يعني هيك إطلالة سريعة على مرض الوسواس القهري. كتير صرنا نسمع الناس بيقولوا صرنا موسوسين. الكلمات اللي بيستخدموها للأسف الناس بتكون كتير بعيدة عن الحقيقة، فبنسمعهم بيقولوا ابني صار موسوس، صار دايما بده يعقم. كيف لازم يفرقوا أو كيف لازم يختاروا فعلا كلماتهم؟ قديش الكلمات هاي ممكن تخلق يمكن مرات شعور عند الأطفال أو حتى عند البالغين؟ نعم، هذا صحيح فعلا، يعني هذا من المصطلحات الدارجة عند الناس، وهذا لا يعيب المجتمع، لأنه كل المجتمعات عادة يعني تصف بعض الظواهر بالكلمات والمصطلحات اللي توردت لذهنهم في وقت من الأوقات. يعني بتسمعي واحد مثلا بنسى شغلة أو شغلتين بصير يحكي شكله بده يصير عندي ألزهايمر مثلا. فيعني هذا يعني المجتمعات يعني تستعمل مصطلحات من هذا القبيل. ولكن مثل ما حضرتك ذكرتي، مهم جدا انه احنا في مرحلة اللي مراعاة التعابير والكلمات اصبحت ضرورة ماسة من اجل الحفاظ على يعني وصيانة الحالة النفسية الجيدة عند الناس. فيستحسن فعلا نبتعد عن كلمات مثل الوسواس، لانه الوسواس هو مرض، وما يقوم به الناس هو سلوكيات وقائية، هو من أجل المحافظة على سلامتهم. الوسواس هو سلوكيات مرضية يقوم بها الإنسان، وهي غير مجدية ولا ضرورة لذلك. بينما الاحتياطات، احتياطات السلامة والأمن،
اللي بيقوموا فيها الناس الآن أصبحت متطلب. فنظرياً التفريق بين المصطلحين هيك ملاحظة أنا وياك استسهلناه، ولكن على أرض الواقع أحياناً الناس بتلاقي صعوبة، لأنه خاصة إذا الشخص عنده قابلية للوسواس معناه هو لاقى فرصة علشان يعطي شرعية للسلوك الخاطئ اللي كان يقوم فيه في يوم من الأيام، اللي هو النظافة المبالغ فيها مثلاً، أو الاحتياطات أو غسيل الإيدين أو بروتوكولات دخول الحمام وإلى آخره. الآن هو بجوز يشوف في السياق الجديد إنه فسحة علشان يدخل من خلالها ويعطي شرعية للسلوك الخاطئ تبعه، وهذا طبعاً المفروض إنه إحنا نقاوم. ولكن معايير السلامة والحديث الدائم عنها وتناقلها من أكثر من مصدر، يعني التلفزيون بتحدث مثلا عن معايير السلامة، وفي المدارس بحدثوا الأبناء عن معايير السلامة، والأم والأب الرائعين بحدثوا أولادهم عن معايير السلامة، وفي العمل كذلك وفي كل مكان كذلك. فهذا يعني خلق حالة شبيهة بالوسواس، إنه هل أنا عقمت إيدي كفاية مثلا، هل حافظت على مسافة بين وبين الأشخاص الآخرين، هل احتكيت مع حدا اللي ممكن يكون مصاب. وبالتالي يعني أصبح إنه في إمكانية لأنه هذا ينزرع يعني في داخل الأبناء خاصة الأطفال الصغار نوع من العناية والرعاية المبالغ فيها اللي قد ترقى لدرجة الوسواس. ولكن إن حصلت علاجها بيكون أسهل بكثير، لأنهم أصلاً أشخاص أسوياء وما عندهم مش استعداد لهذا المرض. بس إذا الشخص أصلاً عنده استعداد فهذا هاي الأجواء يعني اللي فيها نوع من الحيطة والحذر ممكن تسرع وتعزز ظهور هذا الاضطراب عندهم يعني. نعم، يعني احنا بنعرف ان الأمراض النفسية عادة بتكون في استعداد للمرض وبعدين بصير المحفز لظهور المرض. النقطة اللي حضرتك حكيت عنها كتير مهمة، إن هم أسوياء وغير ما عندهم هذا الاستعداد. كيف ممكن فعلا إذا كان عند ابننا قابلية لهذا المرض وهلأ في محفز كتير قوي لأن كورونا لسه ما خلصت، كيف ممكن إحنا نراعي الكلمات لما يتحول الوسواس لقهري أو ما يزيد المشكلة عنده؟ كيف ممكن نتعامل مع أحسنتي اللي يعني هذا بيت القصيد، إنه إحنا يعني لازم نأكد على أهمية اتباع معايير السلامة ولا يجوز الاستهانة فيها، ولكن في نفس الوقت يعني بدنا نعبر عنها بطريقة ما تخلق قلق وخوف عند المستمع عند المتلقي خاصة الأبناء يعني. فمهم إن نوضح لهم إنه أنت ما لم تكون يعني خالطت حد أو احتكيت مع حد لا داعي للتعقيم حتى. فبنشعر الطفل إنه هاي الأشياء اللي بتعملها على الأغلب راح توفر لك الحماية وتحافظ على صحتك ورعايتك وصحة العيلة يعني. وإنه إذا وجدت نفسك في هذا المكان فأنت المفروض تقوم بهاي الأشياء، ولكنها يعني ليست طقوس أنت بدك تقوم فيها كل الوقت. أنا بلاحظ مثلا أول ما بدأت الوباء يعني الناس كانت تعقم إيديها وهي ما لمستش ولا إشي بعد التعقيم الأول، فصار كأنه نوع من الروتين إنه دايما أنا بدي أعقم. لا، أنت بتعقم تهلك إيديك، تهلك الطبقة الخارجية للجلد وبتبهدل حالك. أنت بدك تقوم بهذا السلوك كلما دعت الضرورة لذلك. فهذا مهم نخلق نوع من التوازن عند الطفل، وإنه إذا أنت نسيت هذا لا يعني إنك أنت راح تصاب، فأنت بتعملها في المرة اللي بعدها يعني، بدهاش تكون جزء من البروتوكول اليومي إنك تظلك تذكر حالك هل عقمت هل غسلت هل نظفت هل عملت. لا يعني، وإلا بندخلهم في حالة الهوس يعني على مسألة النظافة. كمان التشجيع ما يكون للسلوك نفسه، التشجيع للنتيجة يعني. نشجع الطفل مش انه انت برافو عليك انت بتعقم منيح، والا بنزرع في الطفل
اللي هو أهمية التعقيم وغسيل الإيدين وإلى آخره، يعني بنزرع الوسواس فيه. لا، إحنا بدنا إن التعزيز يكون للسلوك، إنه أنت تعتني بنفسك جيداً، وأنت تعتني بنفسك بالقدر المطلوب. أنت لا تبالغ مثلاً في التعقيم وغسول الإيدين والأشياء اللي زي هيك يعني. فهو بنزرع في الطفل أهمية التركيز على السلوك الإيجابي اللي بيعطي نتيجة إيجابية، مش السلوك على السلوك ذاته، وإلا فعلا بصير الطفل يعمل من أجل تعزيز الوالدين أو مثلا ثواب من الأهل أو المدرسة أو إلى آخره. يعني يصير الشيء نابع من داخل الطفل، لأنه أنا لما أكون بمفردي أو بمشي أنا وأخوي مثلا وطالعين في البرية في هالربيع الجميل والجو اللي يدعو للخروج وللنقاهة، أنا مش محتاج أني أعمل كل هاي الاحتياطات مثلا. طب عادة لما نيجي نحكي عن الأطفال تحديدا بنعطي المسؤولية للوالدين، مع الإنسان نفسه لما يكون راشد وبالغ كيف بدنا نحاول خليه يحكي مع نفسه؟ إيش الأمور اللي لازم ينتبه لها في عدم تعزيز هذا السلوك؟ يعني أولاً إن يبدأ الإنسان يتحرر من الخوف. إحنا في هذا البلد يعني نؤمن بأنه أول شيء الحامي هو الله سبحانه وتعالى، وأنه مطلوب من الإنسان أن يعقل ويتوكل على الله. هذا اللي أنا بحب دائماً يتذاكرون الناس، وإنه ما أقوم به هو يعني أفضل ما بوسعي عمله، إني أحافظ مثلا على صحتي وأبتعد عن كل سلوك ممكن يجلب لي المرض، وأتفادى مثلا الذهاب لأماكن غالبا هي موبوءة أو مثلا تجمعات هائلة اللي من الصعب إنه نحذر إذا كل الناس بحالة صحية جيدة ولا في واحد موبوء في الوسط. فهذا يعني مهم اللي هو ذهنيا يفهم السلوك اللي بقوم فيه، لأنه الراشد لما بيعرف أنه أنا بقوم بهذا السلوك من أجل حماية نفسي وحماية عائلتي، كمان لازم أقوم بهذا السلوك بصورة عقلانية ومنطقية، مش أنا يعني على كل صغيرة وكبيرة بدي أعقم، ويعني هاي السلوكيات ما يعود الإنسان نفسه عليها، لأنها ممكن تقوده يعني لزاوية ضيقة وبالتالي يصير يشوف العالم كله من خلالها. لا، إحنا يعني الحياة لا زال فيها أماكن آمنة، ولا زال في أشياء كثيرة بإمكاننا نقوم فيها دون الحاجة يعني للهوس والبانيك الفزع المبالغ فيه. فمهم الراشدين يعني يظل يذكر في نفسه أنه أنا يعني سأقوم بإجراءات السلامة فقط عندما يستدعي الأمر ذلك. بس هو لما يكون في البيت مع أسرته، ليش بده الكل مثلا وهم داخل المنزل مع بعض وبوكلوا مع بعض وبلمسوا نفس الأشياء مع بعض؟ مدام الكل بخير معناها الحياة طبيعية لازم تكون داخل المنزل. نصيحة أخيرة بنقدمها لكل حدا بسمعنا هلأ، الناس تفتح قلبها للحياة وسيزول هذا الوباء إن شاء الله، وكل مر سيمر إن شاء الله، ويبقوا الناس بخير أكيد. طب إذا بس نصيحة لأي حدا، يعني إحنا بنعرف إن الأمراض النفسية ما بتتعالج في البيت، فنصيحة لكل أم انتبهت إنه أبنائها بلشت تتحول من مشكلة هم عندها مقابلية، بلشت تتحول لفعلاً مشكلة نفسية، كيف ممكن نحكي معها عشان تقدر تلجأ أكيد للطب؟ نعم، يعني هو أولاً ليس من المفروض إنه نخجل من المرض النفسي. المرض النفسي زي المرض الجسدي وزي وجع الأسنان، فالمفروض لما بنشعر أنه الأمور لا تسير على ما يرام نراجع المختصين في هذا المجال، وهذا لن يضر. إذا لم يساعد الأخصائي لن يخلق مشكلة للشخص اللي تم إحضاره إله. والأمر الثاني مهم يتذكر الناس، ما يمكن عمله في المراحل الأولى من المشكلة أو من المرض أفضل بكثير من الأشياء اللي يمكن عملها بعد ما يكون تقدم المرض واستحكم عند الشخص اللي بيعاني منه. شكراً لك. أكيد المرض النفسي بحاجة إلى أخصائي ليساعدنا في الخروج منه. انتظرونا في حلقات قادمة.
شكرا.